بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما سمعتوا النهاردة الألحان الجميلة بتاع عيد الصليب تتقال دايما باللحن الشعانين، زي ما سمعنا، وبركة الصليب بركة جميلة جدا جدا ورائعة. نشكر ربنا النهاردة اليوم الثالث في عيد الصليب، والكنيسة بتحتفل بعيد الصليب مرتين في السنة، زائد طبعا حد الزعف بنفس الألحان. وده علشان الكنيسة عايزة تعيشنا في أمجاد وأفراح الصليب. أبائنا القديسين اتكلموا كتير على الصليب. الصليب مش هو المصيبة اللي بتحصل لأي واحد فينا أو الكارثة أو المشاكل، لكن الصليب ده هو جهادنا في هذه الحياة، والواحد كده يشيله وهو فرحان. نلاقي كده لما تقروا قصة صلب ربنا يسوع المسيح، لما بيلاطس قعد يقول للناس هو ده ملككم، يقولوا له أسلوبه، قال لهم لم أجد فيه علة واحدة للموت، يقولوا برضو أسلوبه، أسلوب ملكاتكم أسلوبه، ويقولوا دمه علينا وعلى أولادنا. يقول فخرج وهو حامل صليبه، وخرج وهو إيه؟ حامل صليبه. تقول له ليه يا رب شايل الصليب؟ يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل بفرح. من أجل السرور الموضوع أمامه. يبقى أي واحد فينا النهاردة ربنا بيطلب مننا النهاردة زي ما هنشوف أن نشيل الصليب ونمشي وراه. ليه شايل الصليب؟ من أجل السرور. يعني من أجل السرور؟ ليه الطالب بيذاكر ويسهر كل يوم ويكافح ويروح الكلية ويستحمل المواصلات الصعبة ويذاكر؟ من أجل السرور الموضوع أمامه، أنه يحصل على شهادة ويتخرج ويحصل على وظيفة كويسة. الأم أيضا من أجل السرور الموضوع أمامها تحتمل أنها تشيل ولد في بطنها وتتألم ألام الحمل لغاية ما تولد. ليه؟ هيتولد ولد جديد وتبقى فرحانة بيه. والأم اللي بتتعب كل يوم مع أولادها من أجل السرور أن تشوف أولادها ناجحين قدامها، وأولادها كده إيه بيكبروا وفرحانين وفرحانة بيهم. يبقى الصليب ده لما الواحد يكون عنده صليب يفرح، لأن كل ما يكون الصليب اللي احنا بنحمله قوي كل ما تكون الأمجاد بتاعته أقوى. يبقى من أجل السرور الموضوع أمام ربنا أنه يرى البشرية كلها اللي كان مقبوض عليها في الجحيم وكانت مربوطة بربطات الشياطين عشان يفكها. من أجل السرور الموضوع أمامه يرى شعبا، يرى ناس كده مخلصين في السماء. من أجل هذا السرور احتمل كل ألم الصليب بفرح وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وقال كده لا يوجد حب أعظم من هذا، أن يضع إنسان نفسه من أجل أحبائه. فمحبة ربنا العظيمة الكبيرة ورتنا من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل كل حاجة، من أجل أنه يشوفنا معاه في السماء ويرجعنا للرتبة الأولى اللي احنا فقدناها. ومازال الله يحمل الصليب حتى هذا اليوم، يحتمل كل شرور العالم دي كلها وكل الناس الملحدين وكل الناس اللي بيتكلموا عليه كلام مش مظبوط. الذبيحة بنقول عليها ذبيحة حية. لما ربنا يسوع المسيح اتصلب على الصليب مات، بعد ما مات قام من الموت فأصبحت ذبيحة حية، ولما صعد إلى السماء أصبحت ذبيحة حية دائمة. فهو النهاردة هو ذا كائن معنا اليوم على هذه المائدة، عمانوئيل إلهنا، فهي ذبيحة حية دائمة متجددة كل يوم، وهو مصلوب من أجلنا كل يوم وبيحمل الصليب كل يوم عشان بيحتمل كل شرور العالم ده، ولكن يرسل لنا المية والمطر والهواء ويرسل لنا كل شيء زي ما قال آدم وحواء اكسروا واملأوا الأرض. هو مسؤول عن كل ولد بيتولد جديد وكل بنت بتتولد جديدة، مسؤول ربنا يوفر لهم كل احتياجاتهم. شوفوا عدد السكان قد إيه في العالم، ومازال ربنا يعني لو فكرتوا كده شوفوا عدد السكان قد إيه، ولو كل واحد في العالم بيأكل كل يوم برتقانة واحدة، عدد البرتقان اللي ربنا بيخلقه قد إيه. هو مسؤول. احنا ناخد البرتقان نعمل عصير برتقان، لكن ما نعرفش نعمل برتقان.
ناخد التفاح نعمل عصير تفاح، لكن ما نعرفش نعمل تفاحة. ما فيش مصنع يقولوا كده المصنع ده بينتج برتقان، وفي مكان كده جوه المصنع يطلع علينا برتقان أو يطلع علينا تفاح أو يطلع علينا. لكن الله هو المسؤول علينا ويحمل صليبه كل يوم من أجلنا، صليب مغفرة خطايا العالم ده كله كل يوم، وصليب إن هو يمد العالم كل يوم باحتياجاته من هواء ومية وشمس وأكل وشرب كل العالم. وكل أسرة جديدة تتجوز الأم والبنت والولد يبعت لهم طفل جديد ويفرحهم ويهتم بهذا الطفل، ويقول إذا نسيت الأم رضيعها إيه أنا لن أنساه. يعني إذا أم نسيت، شوفوا آلاف الأمهات بتولد كل يوم، ولو واحدة منهم كده ما خدتش بالها من ابنها اللي لسه مولود ده، هو ربنا بياخد باله والحافظ الأطفال هو الرب. انتوا عارفين كلنا بننام وما بنداش دريانين بنفسنا، والبيبي يكون نايم لو شرق بس في نقطة لبن ولا نقطة حاجة طلعت من صدره ممكن تموته وتخنقه، لكن حافظ الأطفال هو إيه؟ هو الرب. علشان كده ربنا بيحمل الصليب كل يوم ويورينا ان احنا نحمل الصليب بفرح. النهاردة ربنا قال ثلاث حاجات في انجيل النهاردة. قال كانت جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال، خلي بالكوا الكلام لكل الناس مش للتلاميذ، يعني جموع كثيرة ماشية قال لهم كده، من يأتي إلي ولا يبغض أبا وأم وأمرأة وأولاد وأخوات وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. وقال كده من لا يحمل صليبه واتبعني فلا يمكن أن يصير لي تلميذا. يعني من الكلام ده ليه كل الناس، مش للكهنة ولا للشمامسة ولا للخدام ولا للاتناشر تلميذ، لكن كلنا نبقى تلاميذ ربنا يسوع المسيح، كلنا تلاميذه، يعني بنتعلم منه وبناخد منه كل احتياجاتنا. طبعا الآية دي معناها بسيط جدا عشان نبقى فرحانين. ربنا قال أحبوا بعضكم بعضا، وقال ليس حب أعظم من هذا، وطلبنا أن احنا نحب، لكن يقول من لا يبغض أباه وأمه وأمرأته وأخواته وأخواته حتى نفسه. كلمة يبغض هنا يعني ما يدلعش نفسه في محبة العالم، لكن ربنا يبقى نمرة واحد ومحبة ربنا هي الأولى في حياته. ما فيش أي محبة في العالم تفصله عن محبة ربنا. عشان كده معلمنا القديس بولس الرسول قال إيه؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم جوع أم عوري أم خطر أم سيف أم 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 أب أو أخ أو أخت؟ من سيفصلنا عن محبة؟ مفيش حاجة تفصلنا عن محبة ربنا، لأنه هو أحبنا ومازال يحبنا وهيحبنا ومازال يحبنا. كل يوم بنعمل كل أنواع الخطايا ونروح له، يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، ومع ذلك يقول أنا أقف على الباب أقرع. حتى الإنسان المعاند والإنسان الصلب وربنا فواقف يخبط على الباب بتاعه، قال إن فتح لي أدخل وأتعشى معه، وقال إن ما فتحش، ما قالش إن ما فتحش هكسر الباب وهدخل غصب عنه، إن ما فتحش هسيبه وامشي، ما قالش كده. أنا واقف على الباب أقرع up to the end. إذا كان هو قال لنا الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، وقال بصبركم تقتنوا أنفسكم، هو طويل البال وصبور جدا على إن كل إنسان مهما ذا كانت خطاياه ومهما ذا كان بعده. بس ربنا في الإنجيل الجميل دوا قال حاجة جميلة، قال أنا عايزكم تعملوا حساب النفقة. قال كده من أراد فيكم أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب حساب النفقة؟ بيقول ربنا ما تدخلش أي مشروع من غير ما تحسبها كويس وتحسبها صح. أنا صحيح هدي لك حاجة هتعملها، بس قبل ما تقول يس وقبل ما توافق احسبها كويس، لألا تضع أساس وهو أساس الإيمان، أساس المحبة، أساس المغفرة، أساس الاتضاع، أساس الحياة مع ربنا، وما تعرفش تكمل، تغير رأيك بعد شوية وتقول الحياة دي صعبة مش هقدر أكمل فيها. عشان كده ربنا بيقول كل واحد يقعد قبل ما يبني برج، برج الصداقة الإلهية، برج المحبة، برج الاتضاع، برج المغفرة، برج طول البال، برج الصبر، برج الاحتمال. قبل ما تبني البرج ده ربنا يقول لك اقعد احسبها كويس، في ساكرفايس هنقدمها. الواحد قبل ما بيقدم على كلية معينة أو شغلة معينة
عارف كويس ان الشغل ده هيشتغل كل يوم 8 ساعات او 9 ساعات، وهيسوق ساعة رايح وهيسوق ساعة جاي، مفيش اكسكيوز، هيروح الشغل بتاعه كل يوم وهو مقدم، وعارف ان هو اتقبل في وظيفة مثلا في ولاية تانية ولا في بلد تانية، وهيحتمل كل ألام هذه مدام موافق على ايه، على الوظيفة دي. هو حسبها كويس وقال انا موافق، هاخد الوظيفة دي، هاخد الشغل ده، هاخد ادخل الكلية دي. فانا قعدت احسبها كويس وسألت الناس اللي قبلي وعرفت ازاي هم اشتغلوا وخلصوا دي. اذا لم تعرفي ايتها الحبيبة فاخرجي ايه على أثار الغنم. نشوف أبائنا مشوا إزاي وسلكوا إزاي وشالوا الصليب إزاي بفرح وانتصروا. احسبها صح واحسبها كويس. ربنا هو المتكفل بكل المصاريف واحتياجات بتاعتنا. وانس إن أنا قلت له أنا موافق أبني هذا البرج، هو اللي هيبنيه معايا وهو اللي هيساعدني وهو اللي هيسندني، بس عايزني أكون عندي استعداد ونية إن أنا أبني برج الصداقة الإلهية، برج المحبة، برج الاتضاع، برج المغفرة، برج عدم الإدانة، برج الاحتمال. أول ما أقرر إن أنا وافقت إن أنا أمشي وأشيل الصليب، هو واقف معايا وبيسندني في الطريق وبيشيل معايا كل الطريق كله. أنا مجرد متفرج وهو اللي بيعمل كل حاجة. قال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء، ولكن أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. الحاجة التانية قال إذا كنت داخل حرب برضو حسبها كويس. إذا كنت أنت داخل حرب ومعك 10,000 جندي، بس المقابل ليك العدو مع 20,000 جندي، احسبها كويس. هتقدر تدخل المعركة ولا مش هتقدر تدخل المعركة؟ مادام مش قادر تدخل المعركة ابعت سفارة واطلب صلح. ابعت سفارة، انا مش هقدر احارب رب المجد، مش هقدر اقف وادي له شوية اكسكيوزز واقول له اصل انا كنت تعبان، اصل الظروف اللي حواليا كانت كتيرة قوي، اصل الناس اللي معايا كانوا متعبين، اصل فلان او فلانة اللي معايا في الشغل مطلع عيني. كل الاكسكيوزز دي ربنا عنده، اذا كان عندك 10,000 اكسكيوز هو عنده 20,000 رد على كل حاجة انت وقعت فيها. مش هو قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم؟ مش هو قال ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني؟ مش هو قال كده ولا ما قالش؟ يبقى لو حصلت مشكلة أروح له. لما يقول لي مش هعرف أديك الحل يبقى أسيبه وأمشي. لكن ربنا عايزنا نرسل سفارة ونطلب صلح. هي الصلوات اللي بنقدمها كل يوم، هي الأعمال الصالحة اللي احنا بنعملها، وأهم حاجة التوبة، إن الواحد يقدم توبة كل يوم عشان ما بقاش فيه إكسكيوز ليه. ربنا زي ما القديسين قالوا مش هسألك أنت ليه أخطأت، لأنه عارف ضعفنا وعارف إن احنا تراب وعارف إن احنا ضعفاء جدا، لكن يقول ليه ما توبتش. باب التوبة مفتوحة وإيديه مفتوحة باستمرار. ما تحاولش تبرر أي خطية أنت بتعملها أو أي ضعف، لكن قول له رب أنا محتاج وأنا مش قادر. زي ما الأم كده معها طفل صغير بيبي لا بيقدر يقوم ولا يطبخ ولا يغسل ولا يعمل حاجة، وهي بتأكله وبتشربه وبتحميه وبتغير له، وهي مسؤولة عن كل حاجة، وهي بتنزل تشتري الأكل وهي بتعمل كل حاجة، والولد كل بيعمله بيعيط، بس بيعيط أو ما يعيط تعرف ده عايز يغير أو عايز يأكل. وإحنا نعيط كل يوم ونقول له يا رب انظر إلينا وانظر إلى ضعفتنا وقوينا وسندنا. مش كده؟ النهاردة إنجيل جميل وحمل الصليب ده حلو وفرح وبرضا. لما تبص الماتش العالم كاس العالم تلاقي بيبتدوا كم ماتش؟ 30 ولا 20؟ كم فريق بيلعبوا مع بعض؟ ها؟ 32 فريق. لو كل واحد في بداية الماتشات يقول لسه هحارب 32 فريق، أنا مش داخل ماتش ده خالص ولا أروح أحارب. لكن من أجل أن ياخد الكاس، من أجل السرور الموضوع أمامه، بيلعب ماتش واثنين وثلاثة ويجاهد ويشنكل ويقع ويضرب ويرجع تاني يطلع يقوم يجري في الملعب. ليه بتعمل كده؟ من أجل السرور الموضوع أمامه. هناخد الكاس مش كده؟ هناخد كاس العالم، بس هناخد كاس اسمه كاس الحياة الأبدية.
من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل كل شيء بفرح، وإحنا من أجل السرور الموضوع أمامنا كلنا نحتمل كل شيء في هذا العالم بفرح، ونطلب باستمرار نبعث سفارة ونطلب صلح مع ربنا، تصالحوا مع الله ونعيش مع ربنا في فرح وسلام، ودايما يكون عندنا روح الإيمان إن إحنا سننتصر وهناخد كل اللي إحنا عايزينه، لأن ده وعده لينا: أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى الأبد.